كرست حياتي كل اللي جوانا، يعني من تقعد الصبح أني رأساً أضحك معاه هي تضحك، الحمد لله سجوانا تضحك يعني الحمد لله، يعني هذا أهم شيء، جوانا بدت تضحك بدت تتقبل الناس. أول ما جيت الناس ما تريدهم، بعزلة تخاف منهم، بس اللي تنده لي ماما بس وتتمسك بي بقوة. جوانا تصير بنت بنتي. الحادث اللي صار ويا جوانا حادث لغم، الأم داست اللغم، أبو جوانا توفى، جوانا انصابت والأم انصابت، سحبنا الأب ظل يعني بمكان وسحبنا الأم والطفلة. أم جوانا كانت مصابة بالرئة، شظية بالرئة، وتقريبا شل النصف صارت هي الأم، والحج شايلها أبوها، جد جوانا شايل أمها على ظهره، قناص ضربها برأسها أم جوانا. جوانا صابت فخذها الأيسر، قطعة عصب القدم. ابني هم هالواحد لي هم ضربوا القناص بقلبه، يعني الحمد لله، يعني نفس هذا أهم اليوم شيء. جوانا أنا بدت فقدت تضحك اثنين، بدت تتقبل أم جوانا الناس. فقدت ابني أول ما الوحيد، جيت الناس ما تريدهم، بعزلة تخاف منهم. القدم مالها يعني شلون مطوي على الارض، ونهائي ما تعدق رجل وحده ما تتحمل، يعني تتعب، واي شيء بعيد ما تقدر تجيبه الا تروح عليه سحف، تسحف على ايديها يلا تروح تجيب ذاك الشيء. سوى لها هسه عمليه، هسه عمليه ثانيه تعديل قدم دكتور حنا، وما شاء الله يعني هسه بعد ايام راح يشيل الجبس ويحاول يمشيها. ننزل على الحديقة، تحب المرجوحة، بحيث يعني قد النهار كله قاعدة بها تكيف عليه المرجوحة. 100% تحسن من جيت على المستشفى، والحمد لله يعني أنا مرتاحة نفسيا على مود جوانا. إلا كنت قبل بالعراق قاطعة كل الأمل، وكنت أنا بس أبكي والله العظيم، حتى جدها من يشوفني أبكي يبكي، يقول لي يعني إحنا الطفلة هاي يتيمة وما نعرف شو نسوي لها. إحنا يعني بالعراق ظروفنا كانت يعني حيل تعبانة أنا والجد، بحيث أكل يعني لا أريد أكل ما أكو. أنا من أشوف جوانا تضحك أنا أرتاح يعني، ومن أشوفها تبكي أنا أحزن، يعني أقول يعني شلون أحس بين هي يتيمة بذيك اللحظة، بس أنا رجع أرجع قبل أحضنها وأشيلها وهي رأسا تسكت وتقلي ماما وتشبكني شبكة، شلون يعني شبكة مال يعني واحد ما أعرف شلون يعني إيش أقول لك بيها، ما أعرف يعني ما أعرف شلون أوصف لك. هي من تحضرني هي بهذيك اللحظة من تبكي وتسكت.